الإعلامي الكبير أستاذ طارق عبد الفتاح. أهلا وسهلا بيك في بوابة أخبار اليوم النهاردة. أهلا بيك يا أستاذة رندا، وأهلا ببوابة أخبار اليوم وبالسادة المشاهدين. في مشكلة كبيرة في قناة النيل الثقافية، وحضرتك أثرت القضية وحلوك للتحقيق. كلمني عن أزمة قناة النيل الثقافية والتطورات اللي التحقيق وصل ليها. جميل، عشان نفهم دوت لازم نرجع لورا مش كتير. الحقيقة أنا رجعت من عملي من دولة تنزانيا في 2011، وكنت في قناة الأسرة والطفل وطلبت نقلي لقناة النيل الثقافية. الحقيقة اشتغلت في عدة برامج، منها برنامج اسمه مصر بكرة. هذا البرنامج لما تولى مرسي الحكم وجماعة الإخوان تحول إلى برنامج دعائي، هو وعديد من البرامج الأخرى، ولكن ده كان أبرز البرامج اللي بيتم فيها الدعاية لفكر جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وكان ضيوف دائمين علينا وبشكل يعني يكاد يكون يومي في كل البرامج، وخاصة برنامج مصر بكرة. رموز جماعة الإخوان التي تعد الآن جماعة إرهابية، منهم عصام العريان، أبو بركة المستشار القانوني للحزب، أيضا عبد الرحمن عز، يعني مصطفى سلطان، اللي هم الآن بيحاكموا بتهم متعددة ومتنوعة. الحقيقة كان المعدين في هذه القناة بالتعاون أيضا مع بعض المخرجين بيحرصوا على تقديم وجهة نظر واحدة، هي وجهة نظر الإخوان، وده كان من الناحية المهنية طبعا شيء غير مقبول. فكنت بحاول كمقدم للبرنامج ده وبرامج أخرى إن أنا أعرض وجهة النظر الأخرى حتى مع الضيف الإخواني دوت اللي ما عنديش ضيف غيره يرد على حضرتك. كلامه. كنت كلمت وصرحت كذا مرة إن حضرتك يعني ثبتت عليهم تجاوزات كبيرة جدا في قناة النيل الثقافية، وكنت بتتهم إن هي مش قناة النيل الثقافية، إنها قناة النيل الإخوانية. إيه التجاوزات اللي حضرتك رصدتها لهم؟ تمام، ده سؤال مهم أستاذة رندا. خدي بالك احنا بنتكلم على مرحلة تانية بقى دلوقتي، بعد أشرف غزالي وبعد سيد العطوي كان مشرف، جت الأستاذة إيناس عبد الله من حوالي أكتر من 6 شهور كرئيسة للقناة، واللي تم تعيينها في فترة حكم مرسي بقرار من صلاح عبد المقصود الوزير الإعلام الهارب حاليا، هو عينها في هذا المنصب. الحقيقة في تجاوزات كتيرة قدمت بيها أنا وزميلي في القناة الأستاذ علي عفيفي المعد بالنيل الثقافية مذكرات كثيرة جدا للأستاذة إيناس ولرئيس القطاع الأستاذ عبد الفتاح حسن وللأستاذ عصام الأمير رئيس الاتحاد لرصد هذه التجاوزات ولوقفها، ولم يحدث أي شيء في الحقيقة. من ضمن هذه التجاوزات أنه مثلا في حلقة من برنامج أما بعد بتاريخ 4/7/2013، خدي بالك من التاريخ 4/7 يوم واحد بعد 3/7 الشهير والملايين اللي نزلت، بيكون معايا خبير عسكري هو الأستاذ طلعت مسلم في الاستوديو، محمد ثابت وهو المعد الإخواني اللي تم فسخ عقده وصلاح عبد المقصود جدد له عقده برضه، بيجيب لي مداخلة على الهواء بيقول لي الأستاذ ممدوح شعير المحلل السياسي، فبقول مين معايا؟ فيقول لي تاني المعد على الإيربيس الأستاذ ممدوح شعير المحلل السياسي. فأنا عارف طبعا لأني التقيت بيه في السنة بتاعت مرسي كذا مرة، كانوا بيجيبوه لي بشكل يعني يكاد يكون شبه يومي كضيف، عارف أنه هو قيادي في جماعة الإخوان وعضو في حزب الحرية والعدالة، فقدمته على الهواء باعتباره عضو في جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، والراجل ما اعترضش وابتدى مكالمته أو مداخلته، وابتدى في إهانة القوات المسلحة، وابتدى يتكلم عن ان الجيش المصري العظيم تاريخه هو مجموعة من الانقلابات العسكرية. عبد الله المذيعة الجميلة ورئيسة قناة الثقافية النيل الثقافية المتخصصة، اهلا وسهلا بحضرتك في بوابة اخبار. اهلا، منورين قطاع المتخصصة وبالتحديد قناة النيل الثقافية، منورة منورة. استاذة ايناس، طبعا حضرتك بما ان الرد مكفول وحرية الرأي مكفولة للجميع في الصحافة عندنا، كان في استاذ المذيع الجميل الاستاذ طارق عبد الفتاح كان في عدة تساؤلات واتهامات بيوجهها لقناة النيل الثقافية عامة، منها اتهام لحضرتك ان حضرتك بتحتضني عناصر الاخوان المسلمين وبتسند لهم اهم البرامج في قناة النيل الثقافية، وان المعد الاخواني والمخرج الاخواني بيتقاضى 4 اضعاف المخرج والمعد العادي. حضرتك ترد على تسأله بإيه؟ بص يا رندا، أنا لما جيت القناة الثقافية جيت من حوالي يعني بدأت شغلي رسمي شهر 6، لم يتغير أي شيء
في القناة لأن أنا كنت مفروض أعمل خطة جديدة، خطة برمجية جديدة. فالخطة البرمجية الجديدة دي ما بتتعملش في يوم وليلة. الخطة البرمجية كنا بنحتاجين نشوف الميزانية الجديدة إيه عشان نعمل خطة عشان نغير شكل الشاشة. وأول حاجة لفتت نظري في القناة الثقافية الحقيقة إنها بقت معظمها بتتكلم في السياسة، وده شيء أنا يعني السياسة شيء مهم وفي ثقافة سياسية، لكن إحنا قناة أصلا ثقافية. يعني أصلا القناة الثقافية أمال مين يغطي الأوبرا؟ مين يغطي الفنون الشعبية؟ مين يغطي التراث الفني؟ مين يغطي الشعر؟ مين يغطي ال- 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 الكتاب؟ مين يغطي ده قطاع الأخبار؟ يعني إذا كنا إحنا هناخد كل حاجة برامج ثقافية برامج سياسية، أمال قطاع الأخبار هيقدم إيه؟ قطاع الأخبار هقول له انقل لي حفلة الأوبرا أو اعمل لي الحفلات في قصور الثقافة أو يعمل لي اللقاءات التبادل الثقافي الجميل بيننا وبين السفارات المختلفة والمؤتمرات الجميلة اللي بتتعمل، مين يغطي؟ لأن قناة النيل الثقافية بتستضيف ناس على أساس ان هم محللين سياسيين وبتخفي هوية ان هم إخوان. بيقول ان في حد اسمه ممدوح شعير مع حفظ الألقاب طبعا، بيقول ان هو دخل في مهاتفة على ان هو محلل سياسي وما تقلش ان هو من جماعة الإخوان المسلمين، فهو اضطر ان هو يقول على الهواء انه من جماعة الإخوان المسلمين، فتعرض للمساءلة وحصلت له مشاكل بسبب ان هو قال، لان بيقول ان قناة النيل الثقافية هي قناة الإخوان الثقافية سابقا. وبيقول ان هو حضرتك اولا يعني هرد لك على ده، اولا لما ده حصل كان في واحد دخل على الهواء ما نعرفش هو قال ايه، وممكن قوي اي حد يدخل على الهواء يقول اي حاجه لازم المذيع يوقفه، ما هوش ضيف في البرنامج. يعني ما احنا ياما جه في ايام في برامج كتير قوي زمان، حتى يعني في برنامج صباح الخير يا مصر كان بيدخل ناس على الهواء يقولوا احنا بنشتم مثلا الوزير الفلاني، كان لازم نقطع على الهواء. يعني انت ما بتبقيش اندر كنترول للناس اللي بيجولك على الهواء، لكن الكنترول هنا بيبقى من المذيع. لما يتكلم جمله غلط اللي على الهواء ده الكنترول ان احنا بنقطع عليه مباشره، والمذيع بيعقب عليه، وده ممكن معرض لاي حد في الدنيا انه حد يدخل على الهوا. ما اقدرش اقول بقى مين اللي جايبه على الهوا، اي حد، احنا التليفون مفتوح ممكن يتكلم. افرض ان النهارده ان في يعني التليفون مفتوح واحد جه قال للمذيع انت شكلك زفت، هتعملي له ايه؟ تقطعي على الهوا بعد كده انت مش ضيف جاي، ده ضيف بيتكلم بالتليفون. انما بقى هو يقول ان الضيف ده عشان كان جايبه اخواني او اخواني، انا ما عنديش ما يثبت ده، ده ضيف بيتكلم في التليفون، هو اتكلم غلط زيه زي اي واحد، وممكن يكون الاسم مش صح. بيقول ان هو هنجيش، ممكن يكون الاسم مش مظبوط، ده تليفون هوا، ممكن يكون اي الاسم مش. طب ما انا ممكن واحد يتكلم وتقول مثلا انا ايناس عبد الله وانا مش ايناس عبد الله، لا انت ما تقدريش تحكمي على حد بيتكلم في التليفون. وممكن يكون وممكن اي حد في الدنيا لا يهين لا يشتم لا يفخم، انت مش، لكن تقدري تعملي ايه؟ انك تقطعي على الهوا مباشره اي حد بيقول حاجه غلط. وممكن يقول اسمه هوش اسمه، انت تقدري تعرفي؟ ما تقدريش تعرفي. انا الحكم عندي الضيف اللي موجود في الاستوديو بس، لكن انه يقطع انه يجي على الهوا حد بيتكلم ويغلط، دوري انا او دور الكنترول في الاخراج انه بيروح قاطع مباشره اي كلمه خارجه عن يعني عن نطاق الادب او اي حاجه ضد البلد. طلبت التحقيق فيها في الحقيقه، عشان ما ينفعش ان انت تهيني القوات المسلحه في ظرف تاريخي حساس بالشكل دوت. في فرق بين التحقيق وصل لايه؟ التحقيق لم يصل لشيء، لأن المخرج إسماعيل أبو الفتوح القيادي في جماعة الإخوان قام بمسح الشريط، فانتهى التحقيق وقتها إنه لعدم وجود الشريط. أنا الحقيقة معرفتش إن ده سبب إنهاء التحقيق إلا مؤخرا من حوالي شهر فقط، مع إن التحقيق كان في شهر 8. المهم الواقعة التانية مثلا، ودي كانت قريبة جدا من ضمن الحاجات اللي بتحصل، إنه محمد ثابت برضو المعد الإخواني العائد من الإمارات أسبوع واحد قبل القبض على الخلية الإخوانية في الإمارات بيجيب لي ضيف دبلوماسي سابق هو جمال الدين بيومي، وده كان في نوفمبر 2013. هذا الرجل هذا الدبلوماسي بيتكلم عن إيه؟ تخيلي، بيتكلم عن إن تنظيم حماس دول إخواتنا وحبايبنا، وقعد يدعي لهم على الهوى، وانا ذكرته طبعا على الهواء بان هم متورطين في عمليات ارهابيه، وانه ما ينفعش ان احنا نقول عليهم اخواتنا، وانه القضايا بتحقق فيها، وانه لسه في جنود قتلى لينا. وفجاه راح منتقل لنقطه تانية دافع فيها عن خطاب
مرسي لشيمون بريز، شيمون بريز رئيس الوزراء الإسرائيلي، اللي وصفوا فيه بالصديق الوفي، واللي قال عنه أتمنى لشعبكم الرغد. وقال لي ده خطاب عادي جدا في الدبلوماسية، أمال يعني هيقول له إيه؟ هيقول له يشتمه في الخطاب؟ والحقيقة كمان قال إن إسرائيل دولة صديقة، وفي المستقبل مصر وإسرائيل هيبقوا دولتين في يعني صداقة ما بينهم. كنا بتدافع عن حماس من خلال شخصية برضو تكلمت برضو مع حفظ اللقب، جمال بيومي، اللي هو وصف حماس إن هم أخواتنا وتمنى لهم الرغد والرخاء، وإن إسرائيل دولة شقيقة. لما حد يعمل، لما حد يطلع بحاجة زي دي يتحول لي هذا الموضوع ويحول للشؤون القانونية، يتوقف المعد اللي جاب الفقرة دي يتوقف فورا. انا ما حدش بعت لي مذكره لاي حاجه من دي. اذا كان كلام كده بيتقال بدون مذكرات، لازم انا كل حاجه بحب انا يعني علمتهم في القناه انه يا جماعه مذكرات عشان تحول للشؤون القانونيه. هو بيقول ان حضرتك ما بتبتيش فيها المذكرات اللي هو بيقدمها هو والمعد علي عفيفي. لا ده غير صحيح، لما يتكلم كلام جوزافي ده غير صحيح، ان هو لما يقول اه دول اخوان يمشوا ده كلام. لكن النهارده عمل في 1 2 3 4 بدليل ان انا لما جات لي مذكره منه ومذكره من ناس تانية ان هو شتمهم على الهوا وهو قال لا ده هم اللي شتموني، حولت هذا الموضوع كله للشؤون القانونيه. الشؤون القانونيه جهه محترمه داخل القطاع تعرف ازاي تاخد اجراءاتها القانونيه ضدهم، وده وضع طبيعي. هو كان اتكلم مع حضرتك على ان الاخوان ما يبقاش ليهم برامج مباشره يبقوا مسجله؟ مش مستنيه ان هو يتكلم. هو بيقول ان هو الطلب، انا مش مستنيه انه يوجهني، انا مش هاخد توجيهاتي من مذيع، مش هاخد توجيهاتي من اي حد. انا بشوف شغلي صح وبعرف ايه الصح وايه الغلط، ومفيش حاجه طلعت على الشاشه. بالعكس ده انا بعتبر ان هذا الكم من الاخوان اللي هو بيقول عليه اللي هو موجود واني اقدر اسيطر عليه في الفتره الحرجه دي، انا شايفه نفسي يعني ان انا اعتقد ان انا عملت حاجه يعني تسند، يعني يقولوا لي شكرا عليها. مش يعني مجرد ان حد يوجهني او يقول لي لا كإناس عبد الله بتاريخي ووضعي ويعني ان انا اقول انه اني انتمي او اني بحامي للاخوان، فانا بعتبرهم دلوقتي هلغي كلمه اخوان واقول دي يعني مجموعه ارهابيه. انا ما بتكلمش على اللي بيشتغلوا هنا او ما بيشتغلوش، لكن الاخوان بالنسبه لي دلوقتي بقوا يعني جماعه ارهابيه. ولو حد بيقول لي ان انا بنتمي لهذه الجماعه الارهابيه فلازم احوله للشؤون القانونيه، لان لا تاريخي ولا وضعي ولا سمعتي ولا يعني ولا عيلتي ولا بيتي يسمحوا لي او يسمحوا لاي حد ان يوجه لي هذا الاتهام. اما هو بقى ليه انا حولته للشؤون القانونيه؟ لان هو لما طلع على الشاشه مش مطلوب يعني انا الحقيقه يعني اتربيت في بيت والدي المستشار انور عبد الله، وكان رئيس نيابه امن الدوله العليا، عرفت القانون من امي خريجه حقوق، عرفت يعني ايه قانون ويعني ايه صح ويعني ايه غلط. انت النهارده لما تكون مذيع ليس لك الحق انك انت تطلع على الشاشه تشتم في زميل ليك ايا كان اخوان او غير اخوان. انت من حقك انك انت تروح المصادر او الاماكن المعنيه وتقول يا جماعه النهارده عندنا اخوان، النهارده تروح تبلغ الامن، تبلغ المباحث، تبلغ الامن ايا كان. انت ليك الحرية انك انت تعمل اللي انت عايزه، لكن الشاشة لها احترامها. النهاردة ما ينفعش يطلع، وده موجود على سي دي، وهو ده السبب ان انا حولت هذا الموضوع للشؤون القانونية، ان ما ينفعش يطلع مذيع ويقول على فكرة انا المخرج بيصورني من بعيد والمعد عشان هو والمعد اخواني. ما ينفعش، يعني ايه بيصورني من بعيد؟ بيقول لما بنيجي نتكلم اتكلم على الجيش بيجيبوا كادر يعني بره، لما بيتكلم عن تعاطف مع الاخوان بيجيبوا. على فكره هو قدم شكوى قانونيه بدا قبل كده، والشؤون القانونيه حققت معاهم، لقت ان المخرج له الصلاحيه في انه يختار الكادر اللي هو عايزه. ونفترض ان ده صح، نفترض ان هو شايف من وجهه نظره، ما ينفعش يقوله على الشاشه، لان الجمهور له احترامه والشاشه لها احترامها والمذيع له معايير يجب ان يحترم الهوى. الشاشه مش منبر او لان انا اقول ان صفي حساباتي معاهم سواء هم اخوان او غير اخوان. ما ينفعش اطلع اقول النهارده وانا مذيع على فكره المذيع بيصورني من بعيد علشان خاطر هو اخواني. ازاي فين الجمهور اللي بيسمعني وانا بعمل حلقه؟ كان عنده ضيف بيتكلم عن اللغه العربيه، اللغة العربية فقط، أصر إن هو يتكلم معاه عن الدستور. فالضيف رد وقال له أنا ما قريتش الدستور، أنا جاي أتكلم عن اللغة العربية، وده حق الضيف. إحنا فقرتنا فقرة عن اللغة العربية وعن تطوير اللغة العربية.
انت تحولها على انك دي علاقتها بالدستور، من حق الضيف يقول لك انا ما قريتش الدستور او مش عايز اتكلم في الجزئيه دي. لازم الضيف يحترم، لكن ما يجيش يقول لا اصلك انت علشان خاطر اخواني مش عايز تتكلم عن ده، او انت بتنضم للاخوان فانت مش عايز تتكلم. المذيع يعني انا النهارده لو انا مذيع وانا اشتغلت مذيع عمري كله، لو جه المخرج على الاربيس شتمني وانا بتكلم شتمني، اعمل نفسي اني ما سمعتش حاجه، واحترم الشاشه واحترم شغلي واحترم مهنيتي واتكلم. تعرض هو الموقف زي ده؟ لو تعرض الله اعلم، افرضي انا ما اقدرش اعرف ده اربيس ممكن يكون في اي حاجه، لكن انا النهارده ما ينفعش اني اصفي حساباتي على الهوا، ما ينفعش اني ما احترمش المشاهد، ما ينفعش اني استغل منبري الاعلامي علشان اقول المخرج بيصورني من بعيد عشان اخواني. ما فيش مذيعين غير حضرتك اتكلموا في التجاوزات ديت او اشتكوا من قناه النيل الثقافيه والاخوانه؟ ممكن يكونوا اشتكوا شفويا لرئيسة القناة، لكن اللي قدم مذكرات أنا والأستاذ علي عفيفي المعد بقناة النيل الثقافية. مذكرات هو والمعد علي عفيفي لحضرتك وللسيد عصام الأمير، وحول برضو مذكرة للأستاذ السيد عبد الفتاح حسن علشان خاطر ان في 13 إخوانيا بيعملون على الهواء مباشرة في برامج مصر بكرة أما بعد الرواد. اما بعد ما كانش في حد بيشتغل غير محمد ثابت واستبعد من الهوا. مصر بكره البرنامج بالكامل اتحول لبرنامج تسجيلي وبيسجلوه الاول، وبعدين يبقى في جهه بتتابع بتقول حصل ايه، وتحول البرنامج الى برنامج ثقافي بحت، ما لهمش اي دعوه بانهم يتكلموا في موضوع سياسي. في قناه النيل الثقافيه ما هياش مؤهله للعب هذا الدور، وده بيطرح سؤال في منتهى الخطوره انا بحب اطرحه بمنتهى الوضوح والشجاعه، هو كيف تختار القيادات في ماسبيرو؟ ده سؤال مهم جدا. ايه هي المعايير اللي بتختاروا بيها القيادات؟ ده سؤال في منتهى الخطوره. هل هي معايير الثقه والطاعه فقط، ولا الكفاءه، ولا الثقافه، ولا العلم، ولا ايه بالظبط؟ عايز اعرف هو عمل اختبار انه يبقى مذيع؟ ده سؤال الحقيقه، يعني انا مش بقول اذا كان هو مذيع كويس او مش كويس، انا بساله. يعني كلنا لما اشتغلنا مذيعات يعني اتعرضنا لاختبار، والاختبار كان فيه كبار الاعلاميين بيختبرونا، وان اي مذيع لازم يشتغل مذيع لازم يكون في لجنه اجازت هذا المذيع. فالحقيقه انا ما كنتش موجوده اياميها، كنت في التلفزيون، يعني هو موجود، فانا برضو بساله، يعني انا عايزه اعرف فين اللجنه اللي اجازته كمذيع، وده مش تقليل من قيمته، انا بس عايزه اعرف اللجنه مين، يعني مش تقليل من قيمته، انا ما بحبش اقلل من قيمه حد، ممكن يكون شاطر، بس انا قصدي يعني ايه فين اللجنه اللي اجازته او اجازته كمذيع. انت فاهمه يا راندا؟ يعني كلنا تعرضنا للجان، واللجنه بتحكم عليك اذا كنت تنفعي تبقي مذيعه او ما تنفعيش، واخده بالك؟ فانا بس عايزه اعرف برضو اللجنه فين، لان مواصفات المذيع لها مواصفات كتيره جدا، كل واحد له رؤيه، يعني او كل اعلامي كبير بيحكم عليكي له رؤيه من خبرته الخاصه. فانا عايزه بس اعرف اللجنه اللي هو تم يعني اختياره فيها، مين المذيعين او مين الاعلاميين اللي اختاروه، واللجنه دي فين، او ورق اللجنه ده فين، بس انا محتاجه اعرفه مش اكتر. يعني دكتور سيده ايناس عبد الله رئيس قناه النيل الثقافيه، ما الذي قدمته للقناه؟ هي لم تقدم شيء، بالعكس القناه مستوى البرامج بيتدهور، لان الديكورات يعني في ديكورات تاكلت، اغلب البرامج بتقدم خلف ستاره سوداء، تكاد تكون كل البرامج شبه بعضها لان الديكور ثابت، مفيش تقارير بتتعمل في البرامج، اصبحت حوارات وكلام فقط، مفيش الجهاز معطل بقاله شهور، اللي هو بيحط الاسماء والفونتات، تخيلي اسامينا لا تنزل، يعني ما بتنزلش على التتر، طب ازاي انت ساكته على كل دوت، وفي نفس الوقت انت بتتكلمي عن تطوير بقالك 6 شهور وما عملتيش اي شيء، طب فين التطوير ده؟ القناة مستواها عمال يتدهور، وصرحتي في جرنان الشروق مرة قلتي ليس ضروريا ان رئيس القناة الثقافية يبقى مثقف، وانا حقيقة يعني مندهش جدا من هذا التصريح. اذا كنت حضرتك شايفة ان رئيس قناة النيل الثقافية مش من الضروري ان هو يبقى مثقف، يبقى بالضرورة ايضا الطبيب مش ضروري ان هو يدرس طب، ولا المهندس يدرس هندسة، ولا ضروري اي حد يكون فاهم في اي حاجة، طالما هي الحكاية كده، يعني ما ينفعش تصريح زي ده
يطلع من رئيسة قناة النيل الثقافية، وان هي تطلع تقول في نفس التصريح تنتقد مستوى البرامج في القناة وتقول البرامج بقت مكلمة والجمهور انصرف عن متابعة قناة النيل الثقافية. طب انت فين دورك؟ الكلام ده يقوله المفروض واحد ناقد او متابع او مشاهد، لكن انت ما ينفعش تقولي كده. انت ينفع تقولي والله في ايجابيات كذا وسلبيات كذا، هنحاول نقضي على السلبيات دي في خلال الفترة اللي جاية، هعمل كذا، العوائق كذا، هقدم خطة. التطورات اللي حضرتك حطها والخطة لتطوير قناة النيل الثقافية، نتكلم بقى عن قناة. يعني احنا يعني التطوير بأمانة شديدة أجلنا شوية، لأن كل التركيز على نعم للدستور، وكل التركيز على في برامج ثقافية لطيفة في النص، وفي يعني حتى عملت حفلة لأول مرة، حفلة سهل حشيش على الهوى مباشرة، وقناة ثقافية ما كانتش بتذيع كتير حفلات على الهوى، ودي كانت عن حب مصر، وعملنا الحقيقة، وده شيء سعدت بيه جدا، شيء أسعدت بيه، يعني سعدت بيه جدا، إني أنا عملت دكتور طه قرني عملنا معرض للفن التشكيلي، وافتتحته السيدة الفاضلة الدكتورة دورية شرف الدين وزير الثقافة، والحقيقة كان معرض لطيف جدا جدا جدا، ودي كانت أنا بعتبر إن دي نقلة جديدة للقناة الثقافية، لأنه من خلال البرنامج اتعمل معرض، وده شيء جميل، من خلال تواصل البرنامج عن طريق النت مع مشاهدي البرنامج. والحقيقة برضو يعني في تعاون مستمر جدا بيننا وبين وزارة الثقافة، ابتديت ننقل تاني حفلات ليالي الأوبرا، وده شيء جميل، يبقى يعني ابتدينا شوية نرجع الشكل الثقافي والفني والتراثي الجميل للقناة الثقافية. حولت برنامج إبحار بعد ما كان استوديو، حولته تماما لبرنامج استوديو، برنامج خارجي أسفة، لأن حسيت أنه برنامج خارجي أهم، لأنه هو يعني بيخاطب كل الـ يعني بغطي كل الأحداث الثقافية اللي موجودة. وآخر يمكن حدث ثقافي أنا غطيته من خلال إبحار كان كتاب عامله دكتور كمال الجنزور، ويمكن انت سمعتي عنه يا رندا، وكان في دكتور كان في عمرو بن موسى، وكان في مجموعه كبيره قوي قوي من المثقفين والسياسيين. يعني انا بغطي الاحداث في مكانها، لانه البرنامج حولته من استوديو، لان الاستوديو مش لايف، لكنك تغطي الاحداث بالكاميرا ده شيء جميل جدا. وانا كمان مودية برامج علشان نقول ان السياحة بخير ومصر بخير، وان النهاردة احسن من امبارح، وبكرة احسن واحسن من النهاردة، ويا رب يا رب ان شاء الله يعني نجتاز هذه الفترة على خير باذن الله، ويعود الامن والامان. انا شايفة ان الحمد لله الامن والامان بدأ يعود، والناس متفاهمة جدا للدستور، الناس كلها حقيقي بتقول نعم للدستور. ال- 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 الفلاح وال- يعني احنا عاملين برنامج حتى اسمه الفلاح الفصيح، قد كده بيتكلموا بتلقائية وبيقولوا نعم للدستور، وده شيء جميل. هو ده مركزين عليه مع شوية تطوير بسيط، التطوير الأقوى نخلص بس نعم للدستور، شوف ميزانيتنا هنعمل تطوير أحلى وأحلى بإذن الله. السيدة دورية شرف الدين سيدة وزيرة الإعلام، في ظل الحاجات اللي حضرتك قدمتها وبيتحقق فيها دلوقتي، تحب توجه لها رسالة تقول لها إيه؟ الأستاذة دورية شرف الدين إعلامية مثقفة، وهي تقريبا بالفعل ربما تكون آخر وزيرة إعلام وفقا لدستور 2013، لأن المفروض يبقى فيه هيئة إعلام مستقلة. بقول لها أنت قدامك فرصة تاريخية أن أنت تتركي بصمة قبل ما تتركي هذا المنصب، اللي هو واضح أن مش هتقعدي فيه كتير، لأنه الدستور بعد التصويت عليه هيبقى فيه هيئة مستقلة للإعلام. أتمنى أن أنت تاخدي قرار يذكره لك التاريخ، لأنه إدراج الجماعة جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي ده له آليات وتبعات، المفروض أن أنت تعمليها بتطهير مسبيرو من كل العناصر الجماعة الإرهابية، والنهوض بقى بالإعلام ووضع اللبنات الأولى لتلفزيون الشعب، يعني ان احنا نجذب الناس انها تتفرج علينا، احنا ما تتفرجش على الاعلام الخاص ولا تتفرج على اي نوع اخر، احنا الاولى بقضايا الشعب، لان احنا مفروض احنا القادرين اكتر على تحقيق المهنية والحيادية، لانه حتى اعلام القطاع الخاص هو مرتبط برضو بمصالح رجال اعمال في النهاية، لكن ده تلفزيون الشعب يستطيع التعبير عن كل طوائف الشعب. حضرتك استاذ طارق عبد الفتاح الاعلامي الكبير نورتنا في بوابه اخبار اليوم النهارده، ونتمنى ان شاء الله ان رساله حضرتك تكون وصلت للمسؤولين، ونتمنى ان دولتنا تتقدم ونحارب الارهاب ونحارب الفساد وننتهي من قصه اخوانه الدوله خالص.
انا بتمنى وبضم صوتي لصوتك يا استاذه رندا، وانتوا الجيل الجديد يمكن اللي احنا بنعمله ده علشان انتوا تلاقوا الارض ممهده وتستطيعوا تصلوا الى المكانه اللي تستحقوها دون اي عوائق ارهابيه ولا فساد ولا اي شيء. ويمكن اول الغيث قطره انه التغييرات اللي حدثت في مؤسسات الصحافه واللي بموجبها يعني تولى زميل دفعتي وصديقي الاستاذ ياسر رزق رئاسه مجلس إدارة أخبار اليوم، تكون هي بداية التغيير في كل المؤسسات الإعلامية، ونضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والكفاءة هي اللي تحكم الحكاية، مش الإرهاب اللي يحكمنا، ولا الفساد ولا المجاملة ولا أي شيء آخر. أستاذ، ألف شكر لحضرتك. ألف شكر ليك يا أستاذة رندا طارق، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وبشكر السادة المشاهدين في أخبار اليوم، وإن شاء الله مصر هتتجاوز كل ده. عمر ما في جماعة مسلحة في التاريخ استطاعت ان هي تنتصر على الدولة المصرية وعلى الشعب المصري وعلى الثورة المصرية. انا بستغرب جدا ان حد يجيب اخبار عن مكان هو بيشتغل فيه وهو ما يعرفش اذا كانت الاخبار دي صحيحة او خاطئة. انا شايفة ان ده ان الادلاء بهذه الاخبار، شايفة انه ما ينفعش تتعمل من موظف في الدولة ده بيشتغل جوه القطاع، ما يصحش. انا شايفة كده. فأنا بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وللقناة الثقافية بالتحديد التألق، ونعدي الفترة دي بسلام بإذن الله، ويبقى في مزيد من التطوير. المذيعة الجميلة والممثلة الجميلة ومدمة خفيف رئيسة قناة النيل الثقافية، شرفتينا ببوابة أخبار اليوم النهاردة. ألف ألف شكر لحضرتك. ربنا يخليكي، أخبار اليوم دي يعني ليها مكانة في قلبي، وأنتوا كلكم ليكم مكانة، ودي جريدة وطنية يعني بنحترمها وبنقدرها. وسعيدة جدا إن يعني سعيدة جدا إنك تسمعي رأي وتاخدي الرأي الآخر، لأنه ده صح أكتر مهنيا، ده صح أكتر. لكن إنه صحفي إنه يكتب كلام وما يسمعش الرأي الآخر، أنا أعتقد إنه مهنيا هو الصح، عشان احنا دايما بنقول الرأي والرأي الآخر. فلما تيجي تنشري جميل قوي انك تنشري الرأيين وتنشري الردود صح، علشان تبقي عملتي مهنيتك صح، واحترمتي ألمك واحترمتي المكان اللي انت بتشتغلي فيه. فأنا سعيدة بيكي جدا انك يعني انك انت نموذج مشرف، وسعيدة بالزميل أسامة، وبشكره جدا على وقفته وتعبه، لكن الاحترام المهنة شيء مهم جدا.